تعرفوا على صناعة الحبال في مدينة القاهرة. هذه المهنة قديمة جداً، والحبال ما زالت تستخدم في كثيراً من أمور الحياة، لاسيما تلك التي تستخدم في السفن والقوارب. في القاهرة يتمسك من تبقى من حرفيي صناعة الحبال بهذه المهنة ويستمتعون بها. اسم الحاج فتوح بحريه، صاحب محل اعمال بحريه. بنقدم اي حاجه تخص البحر. الحاجات ديت فنيات بحريه، يعني انا اتعلمتها من الكلام ده من 40 سنه، لاني كنت شغال في شركه بتاعت اعمال بحريه، وطبيعه العمل يعني ان احنا بنقوم بكل شغل البحر. فشغل البحر فيه مسميات كتيره وله حاجات كتيره وخامات كتيرة، يعني الخامات متنوعة والمطالب البحرية متنوعة.